بسم الله الرحمن الرحيم، وصلنا إلى مكان مصفوف عليه الحجارة. الأخ موسى، ما اسم هذا المكان؟ ما اسمه؟ أيوه، هذا اسم الحوز. هذا الحوز. الحوز هذا مشترك. إيه ما شاء الله. ما بين سيرت وما بين وادي. من قريتين. نعم. هذا متعارفين عليه الأهالي. أيوه. هذا. أيوه. يعني في الوقت الحشيش. العشب. نعم. يعني هذا خلوه. ايوه، ما حد يدخل فيه. نعم، لين ايام معدوده. ما شاء الله، حاجه وممتد ما شاء الله مسافه طويله، حتى في السنه مره واحده. ويفتح. نعم، لكن اشوف المكان يابس، ما في اعشاب، ما في شيء. نعم، ما شيء. ايش تقترح لتطوير مثل هذا المكان حتى الاهالي يستفيدوا به اكثر؟ هذا والله لو حافظوا عليه ويصير مكانك نفس الشيء. يعني يخلوه على الاعشاب، على العشب. كان زين. يعني ايش تقترح مثلا؟ هل يصلح مثلا لو يجاب مثلا كاميرا الشاشات ماي مثلا ويصبح كما الغابه هنا؟ إيه، لكن الحكومه مثلا طالبه مثلا انه تسوي لكم هنا غابه. نعم، كان اصبح هذا كان اول مراعي، لكن اليوم اصبح شبه يعني قفر او مهمل. هذا ترى ما مسموح يدخلون الحيوانات اول كان. ايه ذا الجانب. هذا كله يعني خلاص محوش. يعني هنا ممكن يقين. هنا يقين، لكن هنا داخل ما يدخل. ايه ما ممكن يدخل. عادي ويفتحوه. ياخذون من الحشيش حال البيوت. بس. حال فترة معينة، اشهر معينة. متى تقريبا كان هذا؟ ترى هو في الفصل اللي فيه مثلا الامطار. ايوه. زين، هو يقدر يحصل فينا وفينا. نعم. بعض الاحيان لما تنقطع الامطار. نعم. يبقى الحشيش موجود. ما شاء الله. جميل. يعني شوف الان هنا ما يدخل الاغنام الين مسافه سيق يمكن واكم. لا، مسافه هنا داخل. ونوبش اقدار مثل ذا هناك؟ كل الاقدار. لا، نوبه هناك داخل الجانب ولا بس هنا؟ داخل. جميل. شوف يعني هنا بس واحد هنا، يعني الراعي اذا وصل يوصل هنا بس. ما يدخل ما يلو. ولو قدر الله واحد تعدى. شيء عقوبات معينه كانت؟ شيء عقوبات. ايوه، يعني يغرم غرامه ويسولف كذا. شوف هذا الجدار متصل الى الوادي. ما شاء الله، ما قليل الى تحت. شوف، وشيء سد تحت عاد ايضا. ما شيء سد. بس كذا وديان. هذا وديان. وين تودي؟ هذا هو هذا وادي بني حبيب. ايه، هذا وادي بني حبيب. وين ينزل هذا الوادي؟ هذا على علاقه المعيدين. ايه، المعيدين هذا. ما شاء الله ما شاء الله، منظر رهيب، منظر هذاك. هذا الوادي ترى. إيه، هذا الوادي، وادي بني حبيب. ما شاء الله، يعني الآن اللي يمشي تابع الطريق، شيء طريق في الوادي هناك مشي؟ شيء. شيء. شيء، حتى شيء مياه هناك تحت. شيء، ما شاء الله. قال الكيران تحتيات. شيء كيران مياه. شيء مياه. ما شاء الله، أماكن نقية. إيه، حتى من هنا ممكن نزول. هذاك من هناك خلاص وصل. اي هاك حده. عاد ماشي دخلنا هناك. نعم. ما حد يدخل. ما شاء الله. هل النظام هذا ما زال باقي ولا خلاص عاد يعني؟ خلاص. لو القيل هذا يعني اصبح ما هذاك. شوف هذا. هذاك الوادي. ما يجي هذاك ما العميق. ايوه. الوادي العميق. ايه هذا الوادي تو. هذا. وادي ما شاء الله فعلا. نقدر نمشي فيه مثلا انا وياك الى تحت. هذا شيء طريق. وين تنزل هناك الى وادي المعيدين؟ هذه هي طريق ماشي، لكن بعض يقول شيء اول مشى فيها يوم الحرب وكذا. شيء طرقات مشين فيها، لكن احنا صعبه يعني. صعبة. شيء هناك كيران مياه ايضا كذا تحت. حتى هنا شيء كيران مياه. سبحان شوف الله. حتى هذاك مبين. نعم، هيك كذا صليت. ما شاء الله.